احنا بدأنا بفكرة ان احنا ناخد الريادة في مجال البيانات والتطور ده في 2018، واحنا بنعمل العاصمة قلنا لابد ان احنا، والدكتور عمرو قال كده في اثناء محاضرته، وقال ان احنا كان كل وزارة عاملة نظام خاص بيها، يعني عندها سيرفراتها في قاعة موجودة في مبنى الوزارة، ومتقدم او مش متقدم، مؤمن ولا مش مؤمن، يقدر يتفاعل مع بقية الوزارات ولا لا، كل الكلام ده ما كانش موجود. فلما جينا عملنا الانتقال عشان الناس تفهم ان احنا عملية انشاء حكومة في مكان جديد ما كانتش عبارة عن مباني احنا بنبنيها عشان يبقى شكلها كويس، لا، احنا بنتكلم على ان احنا عملنا كل المعايير المطلوبة لان الحكومة دي تبقى حكومة متقدمة طبقا لمعايير التقدم اللي موجودة في العالم. وبالتالي كان لابد ان احنا نعمل مراكز بيانات، وده كان توجيهنا في الوقت دوت. قلت لهم ما فيش حد هيروح يعمل مركز البيانات بتاعه تحت الحكومة كده زي ما انتوا عاملين، احنا هنعمل مركز رئيسي واحد، والمركز ده هيبقى متصل بالحكومة، والحكومة ما عندهاش حاجة غير يعني كيبورد والشاشة فقط، نهاية الطرفية بس، ومحدش أبدا يستطيع أن هو يخش أبدا على الشبكة ديت، لأنها هتبقى في مكان مؤمن تأمين كامل من كل الوجوه. بالمناسبة الصالات اللي انتوا شفتوها في الفيلم ده، دي ما حدش بيخشها، ما حدش مسموح ان يخش، هذا الكلام دي مقفولة من بره، والناس اللي بتبقى مسؤولة عن ادارتها موجودة خارج القاعات ديت وخارج الصالات ديت. ولا بقول كلام يا هاني مش صحيح؟ تمام. انا بس بقول عشان تبقى الناس، الكلام اللي معمول ده هو مش هقول ده اكتر حاجة، ارقى حاجة موجودة في الدنيا، لكن احنا حرصنا على كده ان احنا ننشئ رقمنا في مصر تحقق لينا التقدم المطلوب، وايضا ان احنا ما نبقاش متخلفين عن الاخرين حتى نستفيد من الكلام ده. طب الاستفادة بتاعته ضخمة؟ طبعا ضخمة جدا كمان. ليه؟ لان تصوروا ان النهاردة الحكومة انها بتعمل بينها وبين بعض داخل الوزارة الواحدة، تستطيع ان تعمل من خلال شاشات الحواسب اللي موجودة، وأيضا تستطيع أن تتبادل المعلومات والقرارات مع بقية الوزارات المختلفة، وبالتالي بقى شكل العمل وحجم العمل ودقة العمل وكفاءة العمل وسرعة العمل أكتر كتير من اللي احنا كنا ماشيين بيه قبل كده. ده كله ده ليه تكلفة، مش تكلفة اللي عملناه، تكلفة لو ما عملناهوش، تكلفة لو ما عملناهوش.